السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نشوفوا فيه الشيخ عبد الله النهاري شنو كيقول للمغاربة والجزائريين. فيديو رائع جدا جدا جدا، لذلك نبغيكم تكملوا الفيديو حتى التالي، واخا غادي يكون طويل ولكن غادي تستافدوا وغتعرفوا اللي ليكم واللي عليكم. المهم ما نزيدش نهضر بزاف وما غاديش نهضر بزاف في الفيديو، نخليكم تكونسونطراو مع الفيديو، ما نزيدش نطول عليكم اكثر. ما نخافش عليكم، اعجابات اللي ما مشتركش معنا في القناه يشترك، اللي يخلونا اراء ديكم في التعليقات، هادشي اللي كاين. ما نزيدش نطول عليكم اكثر، يلا نبداو الفيديو. اتحسبون ايها المسلمون انكم تتركون هكذا؟ ان اعداءكم يعملون منذ تاريخ طويل من اجل الا تجتمعوا ولا تتوحدوا، لان اجتماعكم قوه لا تقهر، وأنتم تمتلكون العقيدة التي تحول المستحيل إلى واقع. أنتم القوة التي تملك الموقع الاستراتيجي الذي لا يمكن لأي حركة في هذا الكون أن تتم دون أن تمر عليكم. اللهم بارك. أنتم تمتلكون أيضا هذه الخيرات العظيمة. احنا حاسديننا والله العظيم. وتحت الأرض. إنكم أيضا ماشي مغاربة، يعني مغاربة وجزائريين بلاصة في الروم محسودين عليها، في عالم الإخصاب القوة ديالهم محسودين عليها. ولودة. أنتم أمة تمتلكون القدرة في شبابكم الذي يتحرك بهذا الدين، في حين أن الأمم كلها تشيخ، فأنتم تمتلكون كل نقط القوة الاستراتيجية التي تهدد كل من لا يريد أن يحمل مشعل النور الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين. إذن أنتم مسألة رسالة تحملونها ليس فقط لكم ولأولادكم ولجنسكم، ولكن للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهم يعرفون ذلك، ويعرفون أن أمتكم لن تموت، ولكن يريدون أن يؤخروا دائما نهضتكم بإثارة النعرات بينكم. ديما كنقولها، يقاتلونكم حتى يردوكم عن دين مازال ما عايقش. نعم، الدين هو الذي يجمعنا، الحمد والدين لله. هو الذي جعلنا أصحاب رسالة، الحمد والدين لله. هو الذي يحركنا إلى أبعد مدى لجمع المسلمين ولجعلهم أصحاب مهمة عظيمة ألقيت عليهم وطوقت أعناقهم من قبل خالقهم لتأديتها إلى الأمم الأخرى. فأي مرض يعتري هذه الأمة إلا وتنعكس آثارها السلبية على كل الناس. واسمع إلى قوله تعالى سبحانه عز وجل: ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كثير منهم يعتقد أن القرآن حينما يتحدث عن الكفر إنما يتحدث عن الخروج عن الملة. لا، الله حينما تحدث في هذه المسألة الخطيرة وهي إثارة النعرات بين المسلمين لتشتيتهم وحتى يسحبوا عن مهمتهم ويجعلونهم يغفلون عما طوقهم الله به من أمانة، سمى التفرقة كفرا وسمى الجماعة إيمانا. ماذا تقول؟ نعم، اسمع إلى قوله تعالى. الله، أنا لماذا أقول هذا؟ عزيز عليا بزاف والله العظيم. من الناس يقول والله عزيز عليا بزاف بزاف القضايا التي تثار من الخلافات بين الشعوب العربية والإسلامية، ودائما كنت أتدخل إن شاء الله تبارك، لكن أتدخل انطلاقا من أصولنا، من أهدافنا، مما يكاد لنا لكي يرتفع وعينا. فالقرآن وثيقة أنزلها الله وتكفل بحفظها لكي يحفظ بهذه الأمة ويحفظ بيضتها ويحفظ أمانتها نعمة والله نعمة رسالتها بحفظ كيان الأمة المتوحد. فإن تشتت فلا رسالة بعد ذلك. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، أي بعد وحدتكم متفرقين. الإيمان سمعت
أصحاب الفتنة سمعتوا عن جمع المسلمين على الإسلام. كافرين كفر بنعمة الإيمان، أي بنعمة الجماعة، أي تشتتتم لأن الأمة لا تجتمع إلا على الإسلام. كانت متفرقة، كانت تخضع للروم وتخضع للفرسطارة، ولكن لما جاء الإسلام وحدهم ووصلت حدودهم الحمد لله من الصين إلى فرنسا، الله أكبر، 12,000 كيلومتر، الله أكبر، و8,000 كيلومتر في العرض، لم تحدث أبدا لأي أمة، وبقات 14 قرن وحضارة الإسلام تنير على العالمين، أخرجتهم من دياجير الجهل ودياجير التخلف من خلال العلم الذي أطلق الله تعالى بالقرآن صراح العقول لتتدبر وتتفكر، الحمد لله، فوضعت أساس كل العلوم باللغة العربية. ولذلك نعمة الإسلام من تجلياتها جمع الكلمة، فإذا أبعد الإسلام تفرق شمل الأمة. قال تعالى: وكيف تكفرون الحمد لله أي تتفرقون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، الآيات تنزل، القرآن الصامت ورسول الله، القرآن المتحدث المتكلم الذي يعمل بالقرآن يجمع الأمة، جمع الله الأمة كلها على رسول الله. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آياته وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، الله أكبر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا، هذا كتاب الله، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، أي متفرقين، إذ كنتم فألف بينكم بالإسلام وكنتم على شفا حفرة من النار، أي بالكفر وبالتفرقة، فأنقذكم الله منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، يبين الله لكم الآيات عمليا، فكلما تشبثتم بالإسلام إلا واجتمعتم وبذلك نلتم شرف الدنيا وعزها. سمعت سمعت أنقذ الله بكم الآخرين مما يريد الله أصحاب الفتنة يعقوا بعد ينقذه من ضلاله. ثم قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. ها أصحاب صناع المحتوى، اللهم بارك، نتمنى ربي يوفقنا يا مشرفين على الإعلام، نتمنى ربي يوفقنا نوصل الرسالة، هي الرسالة نوصلها، أمانة الكلمة، اتقوا الله، اتقوا الله، الله يهدي ما خلق، ولتكن منكم أمة مجموعة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا، كونوا من يدعو الخير، ولا تكون، هذا كلام ربي، من أصحاب الفتنة بهذا المعنى، تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين تشددت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، أي تفرقتم بعد أن لما الله شملكم بالإسلام، أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. والعذاب، العذاب يمكن أن يكون دنيوي بتفرق الأمة وتشتتها وحمل السلاح في وجه بعض البعض، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا رفع المسلم أو إذا التقى المسلمان بسيفيهما القاتل والمقتول في النار، قلنا هذا القاتل علمنا أنه في النار، فلماذا المقتول يدخل إلى النار؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هذا قال عليه الصلاة والسلام. سباب المسلم اللي كنقول ديما، راه خوتي راه كيحاربك بخوك، فكيف من خوك اللي كيحاربك عذابه؟ حرام عليك أن تسب مسلما، فكيف تسب أمة بأكملها أو شعبا بأكمله؟ ألا تستشعر خطورة ما تنطق به؟ ألا تعرف أن كل ما يلفظ به من قول لديه رقيب ديما عقيل؟ ديما. ألا تعلم أن هذه صحيفتك تملأها منشور، ديرو غتحاسب عليه منشور،
بقات تبعك حياتك كاملة صاحبي ودنيا في الأخير. فقال النبي الكلمة الطيبة صدقة، وقال الله مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وأما الكلمة الخبيثة التي تؤتي ثمارا خبيثة ومن خبث ثمارها أنها تفرق الأمة، مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من لا حول ولا قوة إلا بالله. أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب، هذا عذاب في الدنيا، والآخرة مصيبة. سمعت. لأن الوجوه يوم القيامة تسود، هؤلاء الذين يفرقون الأمة سيحشرون على ما يعرفون الموقف، يسحب كلعب وجوههم مسودة. وأما الذين ابيضت وجوههم أي الذين يجمعون الكلمة ففي رحمة الله هم فيها خالدون. ثم عقب الله بقول تلك آيات الله نتلو عليك بالحق. بالحق، هذه الآيات التي ينساها الناس في غمار اللهو واللعب والغفلة عن الله تبارك وتعالى. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أتظنون أن أعداء الله سيتركونكم مجتمعين اسمع 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 هذه تعجبك يسمى بمونديال قطر والذي اعتبرت فيه الكرة والرياضة قناة من أجل التدافع الحضاري فأراد أولئك أن يجعلوا من مونديال قطر قناة يصرفون من خلالها الشذوذ وكثير من القيم الهابطة التي ليست تصادم الدين فقط، تصادم فطرة الإنسان. فطرة واخويا راه، ولكن لما أقيمت في قطر رأينا أن هنالك تدافعا عجيبا، وكان المسلمون هنالك في المستوى. أرأيتم ما الذي صنعوه؟ لقد صرفوا من خلاله عقائد المسلمين بسباباتهم يرفعونها، سجود شكرا لله تعالى لكل نعمة يحدثها الله للناس، قيم بر الوالدين، قيم النظافة، قيم الدعوة، قيم الصلاة، الدعاء إلى الصلاة، قيم يعني قيم كثيرة. بل القيمة الكبرى هي أن تلك المونديال جمعت شعوب المسلمين، حتى رأينا المسلمين في أفغانستان ينتصرون لفريق في الكرة، ورأينا الإندونيسيين ورأينا الماليزيين ورأينا الشعب الجزائري كله في تلك القنوات يقول نحن مع المغرب. اللهم بارك، شكرا بزاف 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 بزاف. فأفرز مسألة هذا أغاظهم، أي كل الجهود كان شي وحدين من أجل التفريق غالب عليهم الجهل. المسلمين المتاخيين المؤمنين ما عندك ما دير غالب الله، لان هذا الشيء راه كاين في اي بلاصه، ما بغيتش نقول لكم الناس كاين كل شيء فيه زين وخايب ووحده المصير. الله يهدينا وصافي. ظهر انهم كذلك وكانوا في المستوى، هذا اغاظهم. وسمعت لاحد الدعاه اللي هو الفايد قال لهم انكم ستنتظرون بعد هذا الذي حدث في مونديال قطر والذي أفرز عن معدن الأمة وأظهر أنها أمة واحدة، وأن جهود سيكس بيغو التي عملت عن طريق الحدود للتفريق بين المسلمين إذا بالمونديال يركلها برجله وتظهر حقيقة الأمة. قال لا لا، انتظروا كثيرا، هذا آلمهم كثير حتى في الكرة. نعم حتى في الكرة، لأنهم لا يريدوا حتى من الناحية الفكرية، حتى من ناحية الحلم يريدون أن يتحكموا حتى في أحلامكم أيها المسلمون. سمعت. حتى لا تحلموا مجدعون بأن تجتمعوا وتتوحدوا. ما تبقاو جاهلين أخوتي، قال لي أي واحد من أصحاب الفتنة يهدي الله ما يبقاش يدير ذاك الشيء بالإعلام. فكما أن صراحة يعني خايف عليك، روجت لهذه إن شاء الله تبارك وتعالى القيم النبيلة التي تحفظ كيان الأمة من الانصهار. رأينا الشان هنا في الجزائر هنالك بعض الهتافات التي ركز عليها الإعلام وتمنيت لو أنها لم تخرج، فهنالك إذا إن شاء الله تبارك وتعالى قصد من وراء إظهار هذه الصورة بالضبط. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كانت هنالك نية مبيتة لمن يقود الأمر هناك من أجل عياذا بالله أن يكون ما يظهر في الافتتاح هو الشق
إعادة ترويج لمسألة تفريق الأمة. سمعت الهدف ديالهم؟ هذا من جملة ما خططوا له حتى لا يجتمع شمل المسلمين أبدا ولو على مستوى قطرين. نحن نريد للأمة أن تجتمع على مستوى العالم، ولكنهم يخشون من أي وعي يصيب الأمة وتعتنقه الأمة يراودها حلما يحقق في المستقبل لجمع كلمة المسلمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. صلى على النبي. ثالثا، أقف إن شاء الله مع الملاحظات التالية حول هذه الصورة التي خرجت أو لذلك الذي افتتح مؤتمر الشان وهو حفيد نيلسون مانديلا. أقول إن شاء الله تبارك وتعالى، هذا إذا كان مقصود وكان المراد منه هو أن ينسف الآثار الطيبة والنتائج المباركة لمونديال قطر، هذه الأولى. ثانيا، أشير إلى أن الأمم تجتمع وتتوحد متى التزمت بأخلاق الإسلام. إنما الأخلاق الأمم ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. هذه كل شيء قريناها، هذا الكلام كل شيء قريناه في المدارس في العالم الإسلامي معروف الرصافي هذا البيت. فالأخلاق إن شاء الله تبارك وتعالى هو أثقل ما في ميزان العبد يوم القيامة، وهو الذي يجمع لحمة الأمة. ومن الأخلاق الكلمة الطيبة زيد، والتواضع للمسلمين زيد، ومحبة المؤمنين زيد، والدعاء للمؤمنين زيد. فإن سوء الأخلاق يمزق لحمة المجتمع داخل الأسرة، داخل الحي، داخل المدينة. رعدنا الكرة بين مدينتين متجاورتين كيسموهم الديربي. أرى يوقع الله يحفظه ستر في غيابي، أيوقع الله يحفظ ستر ما لا تتوقعون. قد يودي والعياذ بالله مسألة هذا التشابك إلى 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 أمور لا تحمد عقباها. ولذلك ليس خصو واحد راسه صعب. واش الكرة توصلنا لهذا الشيء؟ الله يهديكم والله يهديكم. إلا ما كانتش الكرة تقرب بيننا لعبة لعبة وتقوي صلتنا ببعضنا البعض. ما راه ما كاينش مشكل. يا الله ياك تشوف الجهل بعينيه زعما. الأخلاق أيها المسلمون، أنا أوصيكم، أثقل ما في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. سمعت. أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. أقرب الناس منزلة يوم القيامة بمنزلة رسول الله أحسنكم أخلاقا. سمعت سيدي. أنا سمعت. حسنوا من الأخلاق ديالكم أخوتي. ودائما تقولوا دخل. وأنا منين نتكلم كنتكلم مع كل الناس. أنا ماشي مهمتي إن شاء الله تبارك وتعالى، أنا أتحدث بإذن الله بما فهمته من ديني. والمسألة الثالثة إن شاء الله تبارك وتعالى، ربي يبارك في عمرك يا رب. كل من أساء إلى أخيه فهو يسيء إلى نفسه، ويسيء إلى دينه، ويسيء إلى دنيا، ويسيء إلى آخرته، وليلقى الله على ذلك. راكم تعرفوا بين خالد بن الوليد، جاء أحد يقول له فلان قال فيك، قال تلك صحيفته فليملأها بما شاء. الله أكبر. ياك الله عبد العزيز. جاء أحد وقال إن فلان يقول فيك، قال أنت واحد من اثنين، إما كذاب إما نمام وإما نمام، فاختر بينهما. جاء أحدهم إلى سيدنا ميمون بن مهران فقال صعيب الحال، يقول فيك حول ولا قوة إلا، قال أسلم منك الأعاجم والكفار ولم يسلم منك المسلم؟ هذا الناس اللي هم قلان حاولوا أن تردوا عليهم، ولقد رد الكثير من أبنائي إن شاء الله تبارك وتعالى المسلمين الغيرين على الدين الذين يعرفون الآثار المدمرة لمثل ما يساق إليه المسلمون، إما في غفلة وإما بغير وعي. أما إن كان بوعي فالمسألة أكبر من أن أتصورها وأتخيلها. إذا كان إنسان واعي واسمر أي دين والله العظيم إنسان كي يشجع فافا. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. المسألة الرابعة إن شاء الله، لا تقلقوا، فالإعلام فقط يريد أن يضخم. سمعتوا؟ أقلية سلط عليها الإعلام بإذن الله تبارك وتعالى لغرض في نفس أولئك الذين يريدون تفتيت الأمة. هنالك غرض، هنالك هدف.
ولذلك فهم يعملون على إظهار هدفهم بالكيفية التي يريدون ويركزون على ما يريدون. أما الأغلبية الحمد لله سمعنا ورأينا، فالشعب المغربي والجزائري كان اللي يقولك بقاش خوا خوا، أمشي دمخوت. أمشي من عندك ربي، هو كيقول إنما المؤمنون إخوة، إخوة. ربي كيقول وإن هذه ماشي أنا وماشي الآخر ماشي الآخر واحدة وأنا ربكم فاعبدون في سورة الأنبياء. تخيل معي الله كيقول لك إنما المؤمنون إخوة وأنت كتقول طاو طاو ماشي حشومة. شوف الأنبياء أمة واحدة فاعبدوا الله، المؤمنون المؤمنون أمة واحدة فاتقوه. شوف 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 شوف، ولذلك ما تبقاش تقول لي ان شاء الله تبارك وتعالى ما كاينش خواخ، حتى هذه خواخ غير كلمه. احنا انما المؤمن شعارنا اخوه، اخوه احنا كاملين اخوه المؤمنين. يا في ديك الوقيته، ديك الوقيته ما عندي ما نقول لك، الا انت ما مسلمش ما ندخلكش معايا في ديننا. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما ندخلش معاني إلا ما كنتش مسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. وهنالك إذا كنت مسلم راك معانا بزاف منك، واخا انت كتزرع الفتنة وربي يهدي. لا تستطيع ان تصرح بإنكارها لهذا، خوفا مما تعيش هذه البلدان من حرمان الإنسان من حريته. سمعت يدلي، احنا شفنا راه شي ناس غير قالوا واحد السمية نتاع البلاد غير قالوا، راه مشاو قلعوه كاع، راه مشاو أقالوه من مؤسسة إعلامية. واش راك تقول انت؟ شوف إعلام هذه الشعوب هذه التي تعيش في إعلام زمن القهر. ما نقدرش نقول لك الجزائري ولا المغربي مزيان، ولكن يعني كلا جهتين هذه الأقلية التي تسلط على الإعلام الضوء وتظهر كأنما هي التي لا، هذيك لا تمثل شيئا يا أخوتي. تذكر غير مثلا غير المغرب تمشي انت انا راني قريت واحد العدد تاع التعليقات وجاتني رسائل تدحيه بهذا المعنى، من جاتني رسائل من الوظيفة ديالو ماشي كيقول لك هؤلاء لا يمثلوننا يا أخي، ماشي خدمة هذه ما خلقوا صح إلا بالله العظيم. كتشوف يعني بنادم جاهل ماشي إلا بالله العظيم. لا حول ولا قوة مجرد يذكر خوك تمشي. سابعا أقول لكم وأبشركم أن دوام الحال من المحال وسنة الله الماضية. لا زعما اللسان ما كيلقى ما يقول بصراحة. خاتمة استبشروا، لأنك كلما أحييت وكلما كنت واعيا إلا أحسست تماما بمسألة المدافعة، لأن راك حي وليت الدين ديالك وراك وليتوا تجتمعوا وراك إن شاء الله تتكلمون عن الأمة. سمعت. وعلى أن هذه الأمة ستعود كما كانت أمة واحدة. استبشروا تخافوش، فإن الكلمة الآخرة لمن؟ للمتقين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها بعبادي الصالحون. زيد إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. إذا كنت عباد الله وقال مولاه وما أرسلناك زيد إلا رحمة للعالمين. عالمية رحمة الإسلام هي نتيجة لتحقيق مراد الله من العباد وهو عبادته، وما خلقنا الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم بعد ذلك قبلها يتحدث على أن التمكين يكون لهذه الأمة، فلا خوف على الأمة ولا خوف على الإسلام، ولكن الخوف من أن تنجر الغالبية المؤمنة. غادي نقول لكم هذه الكلمة ولكن في التالي ديال الفيديو. بهذا الذي يخطط لها من وراء الحجاب، والقرآن أوضح ذلك وقال إن تتبعوا يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب. شتو أوتوا الكتاب؟ شتو أوتوا الكتاب؟ وشتو أوتوا الكتاب اسمهم كيدين ولا ماذا؟ يردوكم بعد إيمانكم كافرين، بعد وحدتكم كنعمة من نعم الله وأثر من إثار الإسلام، متفرقين مشتتين. وإن شعار أعداء الله مع الأمة فرق تسد، فرق تسد. سمعت تسد. سمعت سيكس بيقو هكذا يرينا احنا عندك واحد التصويرة وش حملنا كيقول لي التصويرة غلطة، ولكن هذاك هو الواقع. أن ما صنعوه في المشرق ربي هذه ما خلقها صح. وما فعلوه هناك يراد أن ينقل بحذافره إلى الغرب الإسلامي. ألا إنني أعول على الله أن يحفظ المسلمين في جمعهم يا رب وفي وحدتهم يا ربي آمين. ثم أعول بعد ذلك على العقلاء الحكماء من صناع
المحتوى، اتقوا الله، ثم أعول على الإعلام إن كان لنا إعلام يخدم الأمة، مش يخدم نفسه اللي يخدم بعد ذلك على حاجة وعي أخرى. المسلمين الوعي بخطورة ما يخطط لهم. ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. أسأل الله فشهد. أن يجعل كلمتي هاته مقصودي منها وجه الله إن شاء الله يا رب، مقصودي منها وجه الله، أدين لله بما أقول، بارك الله فيك يا شيخ، وألقى الله على ما أقول وما أقصد إلى ما أقول. وصلى الله على الحبيب الرسول وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. شكرا بزاف 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 الشيخ ديالنا الحبيب عبد الله النهاري، ربي يبارك في عمره إن شاء الله، وكاملين كتعرفوه يعني جزائريين ومغاربة، وبصراحة يعني محبوب، الله يلا محبوب. اش نقول لكم بالنسبة اللي قلت لكم، اش نقول لكم، قلت لكم نقول لكم في هذا الفيديو، الإسلام ما غاديش نخافوا عليه، حيث الإسلام ما بيدي ما بيدك، الإسلام بيد الله، والله وإسلام منتصر وغينتصر بإذن الله. خصنا نخافوا على من؟ نخاف عليك أنت، وتخاف عليا، ونخاف على راسي وتخاف على راسك، هذا هو على من تخاف. هما الإسلام راه ما غاديش أنت تقدر عليه، وماشي أنا نقدر عليه، لأنه بيد الله وغينتصر بإذن الله. لذلك خاف على راسك، خاف على راسك، ما تمشيش مع الموجة اللي جات تديك، واللي قالك زوج كلمات واللي تكره خوك وتكره شعب مسلم، ما داك بوالو، ما دارك حتى شي حاجه انت كشخص. نطلبوا من ربي يهدي الجميع، نطلبوا من ربي يهدي الجميع. هادشي اللي كاين ما نعرفش يكون شي واحد وصل حتى لهنا ولا ما نعرف، حيت ما كيبان لي فيديو طويل، ما نعرف الاغلبيه يكونوا خرجوا من الفيديو. الا وصلتوا حتى لهنايا قولوا لي راح نصنع حتى التالي ديال الفيديو، باش نعرف واش كاين شي ناس كيحبونا وكيتبعوا معنا الفيديو حتى التالي ولا لا. هاد اللي وصل حتى لهنا بصراحه راه والله الا غادي نشكره بوحد، اللي وصل حتى لهنا كنشكركم شكر خاص يعني بصراحه، يعني شكرا بزاف لكم. هادشي اللي كان اخوتي، ديروا غير لايك، عطوني الاراء ديالكم في التعليقات، كتبوا لي في التعليقات انكم وصلتوا حتى للدقيقه التاليه في الفيديو. ما سخيتش بكم، نخليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله، استودعكم الله، لايك تعليق اللي مشترك معنا يشترك في القناه، استودعكم الله والسلام عليكم.